أرسل قوم أبت أخلاقنا شرفاً أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. منهجنا منهج قويم، نمشي على خطى النبي المستقيم. تباً لهم، يسعون لإقامة دولة العجوز. جحافل الإسلام على ثرى هوطة الشام. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم جميع المجاهدين، نرحب بالقائد العام لجيش الإسلام الشيخ أبي عبد الله زهران ابن عبد الله علوش حفظه الله ورعاه. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأحيا نفوسنا فبلغنا ذروة السنام، وأكرمنا باتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهدانا به من الضلالة وجمعنا به من الشتات، وأنقذنا به من الغواية وألهمنا به الثبات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات. جحافل الإسلام على ثرى هوطة الشام تحث الخطى وتلبي الندى للذود عن حياض الأمة وحرماتها بعد انتهاء مسيرة الإعداد والانتقال إلى ساحات الوغى وميادين الجهاد، بشرى إبة الأعناق متوقدة الهمم، ثابتة الجنان ترنو إلى القمم. سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا، لما سعينا فما دقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا، وللدماء على أثوابنا علق بنشره عن عبير المسك يغنينا، إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. طلائع الخريجين تتدفق إلى ساحة العرب في مظهر رصين يقض مضاجع الظالمين ويزلزل الأرض تحت أقدامهم بخطى راسخة رسوخ الحق، ثابتة كالجبال، تقتحم الأهوال ولا تعرف المحال. تتقدم الآن سرايا المشاة التي أخذت التدريبات الكاملة على القتال. تتقدم الآن من منصة العرض سرية الاستطلاع، ويتلوها سرية الاقتحام، ويتلوها سرية التخطيط والهندسة، ومن بعدها تتقدم سرية الدفاع الجوي ممن تمرسوا على استخدام المضادات الأرضية للتعامل مع الأهداف الجوية المعادية. هؤلاء الأشاوس، هؤلاء الأبطال، تقدموا وبذلوا الجهد الكبير في تدريباتهم مع مدربيهم. نسأل الله تعالى لهم الثبات في المعارك والتقدم. تتقدم الآن سرية الميم دال التي تلقت التدريب على مختلف صنوف مضادات الدروع. سرايا للغماسيين والمؤازرة تتقدم من المنصة الآن، وتتلوها بعض من الآليات العسكرية الثقيلة التي تدخل ساحة العرض الآن.
تتقدم الآن العربات العسكرية المحملة بعناصر المشاة الذين تدربوا على الصعود والنزول من الآليات بشكل سريع ومنظم، وذلك للانتشار السريع على الجبهات صعودا ونزولا. تلقوا التدريبات الهامة التي تساعد المجاهد على الانتشار بسرعة والنزول من الآليات والصعود إليها بالسرعة المطلوبة. تدخل الآن سرية الانغماسيين التي تتولى المهام الخاصة خلف خطوط العدو الأولى. تدريب عال وقدرات متميزة وتكيف مع أقصى الظروف المحيطة. تدخل سرية القوات الخاصة والتي تدربت على شتى أنواع القتال في أصعب الظروف ومختلف الاختصاصات. قدرة على التحمل وتنوع في المهارات وتنظيم عال في كل الاختصاصات. يتقدم الآن قائد دورات الإعداد الجهادي للاستئذان ببدء العرض. أخي القائد أستأذنك ببدء العرض. السلام عليكم أيها المجاهدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدم سرية القوات الخاصة عرضا في القتال الجماعي تحاكي حالة نفاذ الذخيرة من المجاهد. تقدم عرضا في القتال المجرد. في نهاية العرض كلمة من القائد أبي عبد الله
فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة القادة، الأخ القائد أبو قصي، نائب قائد الجيش، والأخ القائد أبو معروف رئيس هيئة الأركان، والأخ القائد الشيخ أبو عبد الرحمن رئيس هيئة الشرعية، وبقية القادة والمجاهدين، نحن اليوم ننعم بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته وبهذا الاجتماع العظيم الذي من الله تبارك وتعالى علينا به، عملا بقوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اليوم تقف جحافل المجاهدين مستعدة لرفع راية لا إله إلا الله، ولإعلاء كلمة الله، وللمضي قدما في الجهاد في سبيل الله، نصرا لله عز وجل، ونصرا لدينه، ودفاعا عن المستضعفين، وذيادا عن حياض المسلمين، وردا للحقوق إلى أهلها، ونصرة لكل مستضعف نال من الظلم ما نال ورفع يديه إلى الله يستنصر الله، فنصره الله بمدد من عنده. هذا المدد هو أنتم الذين إن أحسنتم وصبرتم كنتم من أولياء الله الصالحين، من سادة المجاهدين في هذه الديار المباركة في فسطاط المسلمين، حيث ترتفع راية لا إله إلا الله في الأرض المباركة التي وعد الله المسلمين بالنصر فيها من هنا، من الغوطة الشرقية، من عقر دار الإسلام، من قلب ديار المسلمين. نرفع هذه الراية العظيمة ونجاهد أقذر أعداء الله وأخسهم وأحنقهم على الإسلام، لنعز الإسلام والمسلمين، ولنعتز بالإسلام، ولنرفع راية لا إله إلا الله، ونذود عن الحياض. أيها الإخوة، اليوم يوم نصر الدين، اليوم يوم نصر المستضعفين في هذا اليوم العظيم. وقبل شروق شمسه صليتم الفجر ودعوتم الله أن ييسر أموركم، ثم انطلقتم إلى واجبكم الذي أوجبه الله عليكم، فاحتسبوا أجوركم. أيها الإخوة المجاهدون، اليوم يتآمر العالم علينا، وليس لنا إلا الله ونعم بالله معيل ونصير، ولكن علينا أن ننصر الله الذي خرجنا في سبيله، لأنه تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واعلموا أن الأرض تنتظركم، إن أنتم أحسنتم وجاهدتم وبالله اعتصمتم فأبشروا وأملوا، واعلموا أن الجنة تحت أسنة سيوف، وأن الجنة تنتظرنا. فإما نصر من الله في هذه الحياة، أو موت مشرف نرفع رؤوسنا به. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فالله تبارك وتعالى كتب عنده في سماواته: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فاستمدوا قوتكم من الله، واستعينوا بالله، وحافظوا على صلواتكم،
وحافظوا على دينكم وجاهدوا في سبيل ربكم تدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض ولا تهنوا ولا تحزنوا فالله ناصركم والله معكم ولن يتركم أعمالكم لن يضيع الله قوما اعتصموا به وجاروا إليه وتضرعوا إليه وجاهدوا في سبيله أيها الإخوة المؤمنون أيها الإخوة المجاهدون سننطلق من هذه الساحات التي ختمنا فيها دورتنا وإعدادنا وسنستمر في الإعداد وسنمارس الجهاد ونقاتل أعداء الله ونرفع راية لا إله إلا الله ونصطف خلف القادة الذين وهبوا حياتهم لله جهادا في سبيل الله منهجنا منهج قويم نمشي على خطى النبي المستقيم عليه الصلاة والسلام وهي خطى الأولياء الصالحين وخطى سادة الأمم أجمعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقف اليوم لنقاتل أعداءهم من المجوس الرافضة تبا لهم يسعون لإقامة دولة المجوس دولة فارس التي دمرها النبي صلى الله عليه وسلم ودمرها عمر ولن تقوم لها قائمة بإذن الله ما دامت لنا عين تطرف وما دام لنا قلب ينبض سنقاتلهم ونزلزل حصولهم وندمرهم مستعينين بالله عز وجل الذي لا إله إلا هو فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إخواني وأحبتي المجاهدين اعلموا أن قادتكم خدم لكم فاسمعوا وأطيعوا وحافظوا على شعائر دينكم وأبقوا رؤوسكم مرفوعة واستعينوا بالله وحافظوا على قيام الليل واستمدوا العون من الله فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لي ولكم بجهادنا وإعدادنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وبارك لنا في هذا العمل فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه فأريد الله بأعمالكم واعلموا أن ما أخلصتم لله من أعمالكم فطاعة أتيتموها وحظ ظفرتم به بارك الله في جهادكم جميعا والحمد لله رب العالمين.